بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة الحد الرابع والأخير في شهر حاثور، والإنجيل معلمنا مرقس الإصحاح العاشر من عدد 17 لعدد 31، هو عن لقاء ربنا يسوع المسيح مع الشاب الغني اللي سأل المسيح سؤال مهم جدا: ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية؟ وربنا يسوع المسيح قال له: أنت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك، إلى آخره. أجابه الشاب: يا معلم، هذه عرفتها منذ حداثتي. فابتدى ربنا يسوع المسيح دخله في عمق تنفيذ الوصية وقال له: يعوزك شيئا واحدا، اذهب بيع كل مالك وأعطيه للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال واتبعني حاملا للصليب. والكتاب يقولنا: فاغتم هذا الشاب على الحال من هذا القول ومدى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فربنا يسوع المسيح قال: ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت الله. وقال عبارة مشهورة لي: مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. ونلاحظ كلمة المتكلين على أموالهم، لأن ربنا الأول قال: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فالتلاميذ استغربوا، قالوا: من يستطيع أن يخلص؟ فوضح لهم تاني وزود كلمة المتكلين: ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت الله. ولما التلاميذ سألوا: فمن يستطيع أن يخلص؟ فرد ربنا يسوع المسيح: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وهذه الآية اللي ركز عليها النهاردة إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح العاشر عدد 27: كل شيء مستطاع عند الله. كل شيء يعني كل شيء. لما ربنا بيقول لنا: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، بيقصد كل القلب وكل الفكر. ولما بيقول النهاردة كل شيء مستطاع عند الله، لازم نفهمها بكل معانيها وبعمقها: كل شيء يعني كل شيء. التلاميذ أدركوا صعوبة الطريق بسبب الإغراء المالي، ولكن رب المجد كشف لهم أنه ليس شيء غير مستطاع عند الله. فإن كان الله يسمح لأحد بالغنى، فإنه يقدر بنعمته أن يحول هذا الغنى للخير، كما حول غنى إبراهيم ويوسف وغيرهم للمجد. المال ده وزنة، عطية من ضمن العطايا اللي بيعطيها للإنسان الله، وربنا لا يعطي عطالة غير حسنة. هي المشكلة في سوء الاستخدام، ولكن ممكن إنسان لو استخدمه استخدام صحيح بقدرة الله الذي يستطيع أن يصنع كل شيء، يبقى ده خير وبركة لي ولأسرته ولكنيسته ولمجتمعه ولبلده وللفقراء والمساكين وكل المحتاجين. والنجاح المشروعات ومساندة العمل الروحي والعمل الاجتماعي، وممكن يبقى فعلا وزنة يستثمرها الإنسان للخير وللبركة. وممكن إنسان يستأثر بماله
ويحوله إلى إنسان جشع أو إنسان أناني ويبتدي يأذي الآخرين بالمال بتاعه. وفعلا ممكن ليس العيب في العطية زي ما قال القديس يوحنا فم الذهب، ولكن العيب في سوء الاستعمال. إن إحنا فعلا آمنا أن كل شيء مستطاع عند الله، فنقدر نكمل بكل آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم على هذا الموضوع، ونقول مع بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، قالها في فيليبي 4:13. هو لأن بولس الرسول يؤمن إيمان وثيق أن كل شيء مستطاع عند الله، قدر بولس الرسول يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ولو أنا مؤمن بقول المسيح أن كل شيء مستطاع عند الله، سأؤمن بما قاله المسيح أيضا في مرقس 9:23: كل شيء مستطاع للمؤمن. كل شيء مستطاع عند الله، والذي يؤمن بالله أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، هذه القدرة تعطى له من قبل الله كعطية. فتتغير أو تتحول الآية من عبارة كل شيء مستطاع عند الله إلى كل شيء مستطاع عند المؤمن، عند المؤمن بالله الذي يستطيع أن يصنع كل شيء. كل شيء يعني كل شيء. اللي حول شاول الترسوسي يستطيع أن يحولني ويحولك إلى المرحلة التي كان شاول الترسوسي يضطهد كنيسة الله، فصار بولس الرسول الذي قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اللي ساعد داود النبي إن هو ينتصر على جلياط ممكن يساعدني ويخليني أنتصر على كل قوى الشر المحيطة بي. اللي فتح باب التوبة للقديس أوسينوس اللي استمر في الخطية أكثر من 20 سنة يستطيع أيضا أن يتوبني، وأقول له توبني يا رب فأتوب. كل شيء يعني كل شيء. اللي كان مع موسى النبي عند لقائه لفرعون وما خافش منه وانتصر بقوة ربنا وأخرج بني إسرائيل من أرض مصر، ممكن يكون معايا ومعاك ويخلينا ما نخافش من فرعون هذا العصر. كل عصر فيه فرعون أو أكثر من فرعون، ويخلينا ننتصر على كل قوة الشر حتى لو كانت قوة فرعون. اللي سمح إن يشوع ابن نون بعد موت موسى يقود بني إسرائيل، وكان أول يشوع طبعا حاسس إن حجمه بالنسبة لموسى ده صغير جدا، ده كان تلميذه، فربنا طمنه وراله إن هو يستطيع أن يصنع كل شيء، وقال له عبارة رائعة جدا: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك. تثنية سوري يشوع الإصحاح الأولاني 5:9. هو نفسه الله الذي يقول لك ولي: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. يقول لك ويقول لي: لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب. هو نفس الله، لأن الله لا يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عنده تغيير ولا زل دوران. كل شيء يعني كل شيء. اللي كان مع داود وانتصر على جلياط، واللي خلى داود ينتصر ويكبر المملكة بتاعته،
ويحول قرية سليم إلى مدينة أورشليم عاصمة المملكة، واللي كان قلبه جامد وبقوة ربنا لأنه يؤمن أن الله قادر على كل شيء، قال داود النبي: أن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن، في مزمور 27:13. وإنت وأنا ممكن نقول كده: إن حاربني جيش فلا يخاف قلبي. داود النبي مرة قال: إن صرت في وسط ظلال الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي، في مزمور 23 المشهور: الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. نفس الله الذي ساعد داود أن يقول هذا يساعدك ويساعدني أن احنا نقول كده: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. داود النبي قال، وإحنا ممكن نقول معاه: دفعت لأسكت والرب عضدني قوتي من عند الرب، في مزمور 117. ونقدر كمان نقول مع داود النبي: الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب، في مزمور 124. ده بالنسبة للإنسان الذي يؤمن أن الله يستطيع كل شيء. عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. كل شيء يعني كل شيء. إن كان كل شيء مستطاع عند الله، وإنت وأنا بنؤمن بكده بالفعل، فزي ما قلت قبل كده نقدر نقول مع بولس: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وتتحول هذه القدرة لكل إنسان فينا، ونؤمن إيمانا داخليا بالمسيح القوي الذي يستطيع أن يصنع كل شيء. هذا الإيمان يخلينا فعلا نقدر إحنا كمان نصنع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. كل شيء مستطاع للمؤمن. عشان كده عايز أركز شوية على كلمة مؤمن أو الإيمان. الإيمان هو أهم رباط يربطنا بربنا. بولس الرسول بيقول في عبرانيين 11:6: لكن بدون الإيمان لا يمكن إرضائه. الإيمان ده مهم جدا. لازم الأول واحد يؤمن بربنا وبوجوده وبأنه هو واحد ومثلث الأقانيم، وأنه هو حبنا وبذل ذاته من أجلنا وفدانا على الصليب ومات وقام من الأموات وأقمنا معه وأصعدنا معه في السماويات وبعيشنا معاه في قيامة مستمرة، ودانا رجاء ان احنا ننتظر الحياة الأبدية ومجيئه الثاني لكي نحيا معه إلى الأبد. هذا هو ملخص إيماننا. أتؤمن بهذا؟ عشان كده لما المسيح في آخر إنجيل مرقس أو قبل الآخر بخمس آيات في مرقس 16:16 قال: من آمن واعتمد خالص، ومن لم يؤمن يدان. هنا بيقول كل شيء مستطاع لدى المؤمن، حتى لو كان إنسان إيمانه لسه إيمان صغير أو بسيط، عشان يشجعنا يقول: لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. هذه معناها كل شيء مستطاع في متى 17:20. عشان كده نقول: يا رب أعطينا هذا الإيمان، أو إحنا نشكرك لأنك أعطيتنا هذا الإيمان، ولكن ثبتنا يا رب في هذا الإيمان. ثبتنا يا رب في هذا الإيمان. أعطينا يا رب إن إحنا نؤمن بيك من كل قلبنا ومن كل فكرنا ومن كل قدرتنا، لدرجة إن ربنا يشجعنا بأسلوب عجيب جداً. مش بس الإنسان
المؤمن بالله يستطيع كل شيء، ومش بس الإنسان المؤمن بالله يستطيع أن يعمل الأعمال التي عملها الله نفسه أو المسيح نفسه. لكن في آية كتير بتحيرنا، ولكن هي صحيحة وأكيدة وربنا بيقصدها. ده مرة قال لنا في يوحنا 14:12: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي، هذه موضوع الإيمان، فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا وأعظم منها. كتير الواحد يقف قدام الآية دي، طيب يا رب نعمل أعمال يعني أقل من أعمالك، دي ماشية مع طبيعتنا البشرية، تدينا قوة عشان نعمل الأعمال اللي أنت بتعملها دوت، يعني محبة وفضل كبير منك. ولكن توصل إنك أنت تقول لنا الأعمال التي أنا أعملها تعملونها أنتم أيضا وأعظم منها، ده يا رب فضل كبير منك، احنا ما نستاهلش كده ابدا. هي دي رجع لقوة الله اللي بيقول لنا كل شيء مستطاع عند الله. وربنا بيفرح لانه هو اللي ادانا القوة دي والاستطاعة ان احنا نعمل اعمال. يعني مثلا في بعض المعجزات عملها بطرس وبولس لم يصنعها المسيح، مش معناه ان هم اعظم من المسيح، حاشا، كلنا فاهمين، إنما المسيح هو الذي أعطاهم القدرة إن هم يصنعوها، وهو ما عملش نفس المعجزة دي بالذات، ما هي القوة منه. والظروف بتختلف، يعني بولس الرسول كان عنده قيوح في كروح في جسمه، فلما كان يحط المناديل على جسم بولس ويحطوه على نفسهم يخف، ما حصلتش دي مع المسيح، لأن المسيح بيحب يكبر ولاده. أي أب فينا وأي أم بتحب أولادهم يطلعوا أحسن منهم بالمعنى الجسدي اللي احنا عارفينه، ولكن مش معناه الإنسان لو عمل حاجات لم يصنعها الله يبقى الإنسان ده عمل حاجة ربنا ما عملهاش، لا، ده هو عملها بقدرة ربنا، لأنه عند الناس غير مستطاع، دي واضحة، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. حتى ان بولس الرسول مره قال لكي اكمل نقائص شدائد المسيح فيا، اكمل نقائص شدائد المسيح فيا، يعني هو المسيح تألم من اجلنا بطريقه عجيبه جدا، بصق على وجهه وتحط اكليل الشوك على راسه وطعن في جنبه وحمل الصليب وقع بيه 14 مره في المراحل وهو رايح للصلب، وتعيرات معيريك وقعت علي وتألم من قول الناس أنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين إلى آخره. لكن ربنا بيتمجد في أولاده، الآيات التي أنا أصنعها تصنعونها أنتم أيضا وأعظم منها. هو الذي يقوينا وهو الذي يعطينا أن ننتصر على كل أعدائنا وكل المتاعب وكل التجارب، حتى على الشياطين. الشيطان ده له قدرة وله خبرة أكثر من 7500 سنة. بالنسبة للإنسان المسيحي، الإنسان المؤمن الذي يؤمن أن الله يستطيع كل شيء، ينطبق عليه قول الكتاب ويستمتع بهذه القوة: ها أنا قد أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. كانت الشياطين ترتعب قدام الأنبا أنطونيوس ويخافوا منه، شياطين تخاف من علامة الصليب والشخص اللي ماسك الصليب اللي بيتسلح بقوة الصليب والمصلوب عليه الذي قال كل شيء مستطاع عند الله. إن كان الإيمان بالمسيح بهذه الكيفية والأهمية وهو الذي يعطينا هذه القدرة، يبقى كل واحد لازم يمتحن نفسه، هل نحن في الإيمان ولا لا؟ مش كل اللي بيقول أنا مؤمن بربنا يقدر يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. في إنسان إيمانه نظري، وفي إنسان إيمانه أجوف، وفي إنسان إيمانه مصحوب بالخوف والقلق، وفي إنسان إيمانه ضعيف، وفي إنسان إيمانه متوسط، وفي إنسان قوي يستطيع أن يقول
فعلا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ده اللي خلى معلمنا بولس الرسول يقول لأهل كورنثوس ويقول لكل واحد فينا: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. استعمل تعبير جربوا أنفسكم يعني اختبروا أنفسكم، واستعمل تعبير امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. وبيتكلم هنا على الإيمان القوي الفعال العامل بالمحبة زي ما قال في غلاطية 5:6. بيتكلم هنا عن الإيمان المصحوب بالأعمال اللي قال عنه القديس يعقوب في إصحاح 2:20: إيمان بدون أعمال ميت. وشخص المسيح النهاردة في الإنجيل بيتكلم على نوع معين من الإيمان، الإيمان الخالي من محبة المال والاتكال على المال. عشان كده حب يختبر إيمان هذا الإنسان الغني اللي يقول له: ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية؟ سؤال رائع، أهم سؤال يشغل بالنا المفروض. فبقول له: احفظ الوصايا، أو أنت عارف الوصايا دي؟ هذه عرفتها منذ حدثتي. طب أنا عايز أشوفك بقى بتنفذ الوصية بالقول ولا بالفعل. إيه غاية الوصية؟ إن الإنسان يعيش مع ربنا. فقال له: اذهب بيع كل مالك، اعطيه للفقراء، تعال اتبعني حاملا للصليب. وحملت الصليب تبقى تلميذي وممكن تخش السماء. مضى حزين. يبقى ده إيمان ضعيف، مش أي إيمان، ده الشياطين بتؤمن بربنا. القديس يعقوب برضو قال في رسالته: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، كتر خيرك. والشياطين تؤمن وتقشعر، مش بس بتؤمن. فالموضوع إيمان عملي. اختبروا أنفسكم، جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. عشان كده ربنا يسوع المسيح قالها بوضوح في موضوع الإيمان: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به فقد دينا، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يوحنا 3:18 في لقائه مع نيقوديموس. الإيمان اللي عايزينه زي إيمان السامرية اللي آمنت بالمسيح وقالت له: أؤمن يا سيد، وسجدت ليه، واللي جعلت بني أهلها السامريين يؤمنون أيضا بالمسيح بسبب كلامها وبسبب لقائهم مع شخص الرب يسوع المسيح، لدرجة قالوا لها في يوحنا 4:42: أننا لسنا بعد نؤمن بسبب كلامك، لأن نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. ربنا عايز يقول لكل واحد فينا النهاردة: الحق الحق أقول لكم، أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يوحنا 5:24. الإيمان المسيح عايزه مننا اللي قالوا لمرثا لما أقام لعازر من الموت: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي، الإيمان، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. يقصد لن يموت إلى الأبد يعني يخش ملكوت السماوات في الحياة الأبدية. ولما المسيح قال لها كلام ده قال لها: أتؤمنين بهذا؟ هنا التأكيد، عايز امتحن، امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، أتؤمنين بهذا؟ فقالت: نعم يا سيد، أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الحي الآتي إلى العالم. يوحنا 11:25-27. امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. كل شيء مستطاع عند الله. أختم بقصة حقيقية، قصة شاب حب يعيش في حياة التكريس، فدخل الكلية الإكليريكية بعد ثانوية عامة في الوقت ده. وبعد ما خلص الكلية الإكليريكية
وتعمق في العلوم اللاهوتية، راح التحق بكلية أداب جامعة القاهرة قسم فلسفة. وفي إحدى المحاضرات بتاعت مدرس ملحد، ابتدى المدرس الملحد ده يتكلم على عدم وجود الله، والطلبة قاعدين خايفين، وكتير منهم ممكن مسيحيين ومسلمين ما يكونوش موافقين على الكلام ده. للأسف اليومين دول ظاهرة الإلحاد زادت أكتر في مصر وفي البلاد العربية. المهم إن الواقف الشاب ده أصله كليريكي ودارس لاهوت، دارس فلسفة مسيحية، وقف وقال له: أستاذ أنا أعترض معاك في الكلام دوت. وابتدى إن هو يتكلم عن وجود الله بإثباتات قوية جدا، وطبعا مش من الكتاب المقدس، لأن المدرس ده لا يؤمن بالمسيحية ولا بالكتاب المقدس، إنما إحنا كان عندنا علم في الإكليريكية اسمه علم اللاهوت النظري، كيف تثبت وجود الله بأمور يعني نظرية من الطبيعة ومن الكون ومن المحيط الذي نحيا به. وطبعا في علوم أخرى زي العلم اللاهوت العقيدي اللي نثبت وجود الله بين العقيدة والكتاب المقدس. فوقف أحد يتكلم مع الأستاذ ويديله أسانيد قوية جدا، لدرجة المدرس الملحد ده أحرج جدا، قال له: اطلع برا المحاضرة وقابلني في مكتبي. ولما راح قابله في مكتبه قال له: شوف يا ابني، انت مش هتتخرج من الكلية دي، انا بقول لك كده، روح شوف لك كلية تانية غير، مالكش وجود معانا، مش بس في قسم الفلسفة، في كلية أدب كلها، انا وراك وراك، انت احرجتني وانا بقول لك كده، ايه، روح شوف لك كلية تانية. قال له: لا يا أستاذ، أنا مش هسيب الكلية دي وأنا بقول ربنا موجود. قال له: طيب هنشوف. دي كان لسه في سنة أولى، فلما دخل عشان يجيب الكارنيه بتاع الامتحانات، المسجل بتاع الكلية قال له: أنت مرات حضورك يعني مش كاملة، لأنك أنت لازم في نسبة معينة في الحضور، فممنوع تخش الامتحان. فالطالب قال: معلش، إن كان دوت يعني ضريبة أو تمن لإيماني بالله مخلصي الموجود، معلش. وبرضو لم يأس، وراح دخل الكلية تاني سنة أولى في السنة الجديدة، وقعد يدرس 4 سنوات محدش اعتراضه، لأن المدرس ده كان جاله إعارة في جامعة بغداد في العراق، وراح 4 سنين كاملة. فالطالب قعد سنة بعد سنة وهو يعني مش زي بقية الطلبة، لأنه هو دارس كلية لاهوتية وأكبر منهم سنا، فكان بيطلع بنسب عالية جدا ونتائج كويسة، لغاية لما السنة الرابعة خلصت وتخرج بامتياز، وراح عشان يجيب الشهادة، فعرف إن الأستاذ رجع من الإعارة وهو في الشهادة في إيده كده، راح دخل على مكتبه قال: يا أستاذ فاكرني؟ أنا ما أقدرش أنساك أبداً، أنت الطالب اللي عدت تثبت وجود الله. قال له: أنا جاي أقول لك النهاردة ببركة وجود الله أنا اتخرجت والشهادة معايا أهو. ربما يكون ربنا إدى هذه الإعارة لهذا الدكتور عشان يسيبه في حاله لمدة 4 سنوات. صحيح الذي يؤمن بالله يستطيع أن يقول: كل شيء مستطاع عند الله، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.